وإنهاء نظام ومصوريك ومنظموك والأيادي والتوكل لبناء الدولة المدنية في هذا السيناريو قصة الدولة. مصورين بإذن الله، مصورين الشعب اليمني والله النصر والشهاد. ترسم لوحة الدولة المدنية، ترسم حلم. احتشاد الشباب ومشاركتهم في الخروج هو دليل على استمرارهم في تحقيق أهداف 11 فبراير الاتحاد في بناء اليمن وإسقاط نظام المخلوع الذي عبث باليمن لمدة 33 عام. واليوم نجدد العهد ونجدد الثورة من أجل أن نحقق أهداف الثورة ومن أجل بناء الدولة المدنية الحديثة إن شاء الله.